نروح مع حضراتكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار المحليه او الاخبار نادي الاهلي اللي نزلت في الجرايد المحليه. نبتدي من الاهرام. الاهرام قالت قرر الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي تعديل البرنامج التدريبي خلال اليومين اللي جايين عشان يناسب انضمام مجموعه الدوليين ومنحهم طبعا فتره راحه اكبر. ومن المقرر ان يعيش التمرين النهارده ظهور علي معلول بعد رجوعه من تونس وكمان رباعي المنتخب الاولمبي مصطفى شوبير وكريم ندبد ورمضان صبحي وناصر ماهر وثلاثي المنتخب الاول صلاح محسن وعمر السلية ومحمد هاني. كمان رجع جيرالدو بعد ما شدد لسيد عبد الحفيظ مدير الكورة امبارح على انه هيكون موجود في التمرين النهاردة. وكمان بتسود حالة من القلق الشديد عند الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي في ظل اصابة عمر السلية مع المنتخب الوطني في نيجيريا. هيخضع اللاعب لفحص طبي النهاردة عشان يتم تحديد موقفه النهائي من الديربي. وطبعا برغم ان المدير الفني مارتين لاسارتي ما بيبصش كتير جدا اتجاه الاصابات، لكن في ازمة حقيقية في خط الوسط مع غياب كريم ندبد للانذارات الثلاثه، وكمان محمد محمود بسبب الاصابه بالرباط الصليبي، وهشام محمد لعدم الجاهزيه البدنيه والطبيه. كمان لم يشارك الثنائي حسام عاشور واحمد فتحي من فتره طويله في المباريات. وفي الاتجاه نفسه فرض الجهاز الفني للنادي الاهلي سياج من السريه على التدريبات الخاصه بالفريق الاحمر لدرجه ان السيد عبد الحفيظ اصدر قرار بمنع وجود الصحفيين او وسائل الاعلام في اي مكان قريب من ملعب التتش. كمان جريدة الجمهورية قالت إن بيعتبر شهر مارس بمثابة وش السعد للنادي الأهلي اللي حقق خلاله 5 انتصارات. كمان حقق نادي الزمالك الفوز في 3 مباريات بس وفرض التعادل نفسه على 5 لقاءات. بيعتبر هو ده لقاء القمة الثاني اللي بيجرى بين المنافسين في شهر مارس وبالتحديد يوم 30 مارس بعد ما سبق وقابله بعض قبل كده زي اليوم ده بالظبط، لكن سنة 1973 انتهى اللقاء ده بفوز النادي الأهلي بهدف نظيف سجله مدافع النادي الأهلي السابق مصطفى يونس. وهو ده طبعا اللي بيعزز من حالة التفاؤل عند النادي الأهلي في المعسكر ده قبل مواجهة طبعا يوم السبت المنتظرة. أحرز النادي الأهلي 12 هدف في مباريات القمة واللي جرت في شهر مارس بالتحديد، في حين نجح نادي الزمالك ان هو يهز شباك النادي الأهلي خلال 9 مناسبات فقط، ومن بينها هدف جه عبر النيران الصديقه وده كان عن طريق السوداني ابراهيم الكبير لاعب النادي الاهلي السابق واللي سجل هدف بالخطا في مرمى فريقه كان ده في موسم 65-66. كمان جريدة الشروق قالت ان حارس لاعبة النادي الاهلي اللي عندهم خبرات زي حسام عاشور واحمد فتحي وشريف اكرامي ووليد سليمان وسعد سمير ومحمد نجيب ان هم يعملوا جلسات مستمره مع باقي اللعيبه طبعا سواء الجدد او الصغار عشان يحفزوهم قبل مواجهه نادي الزمالك المرتقبه. ده جه طبعا من منطلق خوض اللعيبه الكبار اكتر من مواجهه قبل كده قصاد نادي الزمالك، هم خلاص اعتادوا على الاجواء دي، في حين ان في برضو بعض اللعيبه ما شاركوش قبل كده في مباريات زي مباريات القمه بشكل كبير وبالتالي ما عاشوش الاجواء او الضغوطات اللي بتصاحب مباريات زي دي. حرص اللعيبه الكبار ان هم يعملوا جلسات مع اللعيبه الجداد والشباب عشان يشرحوا لهم طبيعه مباريات القمه وانها تحتاج هدوء اعصاب وتركيز جوه الملعب وعدم التاثر بالاجواء الخارجيه. كمان الجمهورية قالت إن وقعت لجنة الحكام في اتحاد الكورة في ورطة وأزمة قبل أيام من لقاء القمة ما بين الزمالك والنادي الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 17 من الدوري الممتاز واللي هتقام يوم السبت اللي جاي على ملعب برج العرب. تتمثل بقى الأزمة دي في محاولة لجنة الحكام مخاطبة كبار اتحادات أوروبا لاختيار طاقم تحكيمي هيدير مواجهة النادي الأهلي ونادي الزمالك المواجهة المرتقبة، إلا إن كل المحاولات باتت تتعثر بسبب طبعا انشغال كل الحكام أو كبار حكام القارة العجوز بمباريات في دورياتهم المحليه سواء في انجلترا او في فرنسا او في المانيا او في باقي الدوريات الاوروبيه. تسعى دلوقتي لجنه الحكام انها تخرج من الازمه دي وفي اسرع وقت ممكن، خصوصا طبعا مع بدايه العد التنازلي للمواجهه الحاسمه والمصيريه. ومفيش طبعا دلوقتي قدام لجنه الحكام سوى انتقاء كبار حكام قاره اسيا، عشان كده ظهر في الصوره الحكم الاوزباكي رافشان ارماتوف
وطبعا هو تمت مخططه خلاص عشان يعرفوا مدى امكانيه ادارته للقمه ولا لا. وتنتظر دلوقتي لجنه الحكام حسم ارماتوف مصيره سواء بالموافقه على تولي المباراه تحكيميا من عدمه، وده خلال الساعات القادمه. بيعتبر طبعا ارماتوف من كبار حكام العالم، سبق ليه ان هو تولى اداره مباريات في بطوله كاس العالم الاخيره واللي اقيمت في روسيا، بالاضافه لمباريات كاس الامم الاسيويه الاخيره اللي اقيمت في الامارات، وكمان كان من ابرزها المباراه النهائيه للبطوله واللي جمعت بين المنتخبين الياباني والقطري. أما من أبرز المباريات اللي أدارها الحكم الأوزباكي في المونديال الأخير فكانت مباراة الأرجنتين مع كرواتيا وكمان مباراة أسبانيا مع المغرب. كمان الجمهورية قالت أن رفض الأمن زيادة الأعداد المسموح بحضورها لمباراة القمة واللي هتجمع ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك يوم السبت اللي جاي الساعة 7 مساء على استاد برج العرب في اسكندرية، وده اللقاء المؤجل من الدور الممتاز. قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكورة أن الأمن لن يسمح بأكثر من 30 فرد في اللقاء الهام والحساس، وأكد كمان أن القرار ده صدر بدون حضور جماهيري وبالتالي لن يكون هناك اجتماع أمني لبحث إمكانية الزيادة. وقال كمان رئيس لجنة المسابقات بأن العدد المسموح به هو عدد نهائي وغير قابل للزيادة، هيحضر من كل نادي 15 فرد، 15 من نادي الزمالك ومثلهم من نادي الأهلي، وده كمان بيتمثلوا في مجلس الإدارة والعاملين بالنادي دون السماح لغيرهم بالحضور. كما كمان أن العدد المسموح به من الحضور الإعلامي هيكون محدد طبقا لكشف مع الأمن بسبب حساسية اللقاء. كمان شدد عامر حسين أن أرضية استاد برج العرب هتظهر بصورة مبهرة في مباراة القمة بعد الجهد الشاق لعلاج الملعب، وكمان تقرر أن يكون فيه 2 مراقبين للأمن ومراقبين كمان من جانب لجنة المسابقات بجانب مراقب الحكام، وده طبعا عشان يرصد أي مخالفات تحدث خلال المباراة. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية أخبار النادي الأهلي لكن من على مواقع الإنترنت بعد الفاصل.